في المشهدية. في المشهد الساخن لودريان يؤكد لا أحمل مبادرة للبنان، وجعجع يشترط في الرئيس المقبل مواجهة حزب الله. أي أفق لحل الأزمة السياسية؟ في المشهد السياسي الحكومة البريطانية تدفع نحو تجريم مقاطعة إسرائيل، أي تأثير في مناهضي الاحتلال في المملكة؟ في المشهد الثقافي غريب تذكرة سينمائية إلى حياة الشهيد محمد بروجردي، ما الذي يميزه بين أفلام السير الذاتية؟ وفي مشهد الحج من الزفة إلى الوداع بالتحنين، كيف يكرم المصريون حجاج بيت الله الحرام؟ المشهدية تأتيكم يومياً الساعة 7 مساءً بتوقيت القدس الشريف.